وتمام كده تمام. ورجعت لكم تاني بالفيديو بتاع النهارده. فالفيديو ده بقى انا اقولك عن ازاي تنقل حاجتك من موبايل اندرويد لموبايل ايفون، ومن موبايل ايفون لموبايل اندرويد، ومن ايفون لايفون، ومن اندرويد لاندرويد. ازاي تنقل حاجتك كمان من اي موبايل باستخدام برنامج بسيط جدا هتنزله على اللابتوب بتاعك. تمام. طبعا البرنامج ده هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، تخش تنزله على اللابتوب بتاعك سواء انت اللابتوب بتاعك ماك او ويندوز، وهخش دلوقتي في التفاصيل. تمام. هتحتاج بس ان انت هتجيب الكابل بتاع الموبايلين، هتجيب كابلين وهتوصلهم في اللابتوب، هتوصل الكابلين دولت في اللابتوب دوت وديت، الوصله بتاع ديت وديت هتوصلهم في اللابتوب، وهتبتدي ان انت توصل الموبايلين باللابتوب. فبعد كده تروح موصل ديت بموبايل الاول وديت بموبايل التاني او على اي حاجه. وبعد كده ادام انت وصلت الموبايلين باللابتوب، خش معايا بقى في التفاصيل على طول. تمام. دلوقتي بعد ما وصلت الموبايلين هسيب لك لينك برنامج تحت في الديسكريبشن، تخش تنزله عندك على اللابتوب. البرنامج اسمه ويندر شير دكتور فون. بعد ما تحمل البرنامج وتسطبه، طبعا واجهة تسطيبه سهلة جدا، واجهة تسطيبه زي تسطيب اي موبايل عادي جدا جدا. دلوقتي انا وصلت الموبايلين ببعض، الموبايلين باللاب. تمام. هخش على حاجة اسمها انا عايز بس اقول لكم حاجة، ان البرنامج دوت فيه كمية مميزات غير طبيعية. تمام. هتخش على حاجة اسمها فون ترانسفير. تمام. ممكن تدوس عليها كذا مرة لحد ما تفتح معاك. طبعا البرنامج فيه ان انت تقدر تعمل فون مانجر، وفي اللي انت تقدر تنقل مسجات الواتساب، وفون بيك اب، وفي اللي انت تقدر تعمل كذا حاجه. بس الميزه بتاعتنا النهارده هي فون ترانسفير. فهتدوس عليها شويه كده، هتفضل تدوس عليها لو هي ما فتحتش معاك من اول مره. تمام. دلوقتي بعد ما عملت كده بيقول لي اختار نوع الموبايلات بتاعتك. انا مثلا عندي موبايل شاومي. تمام. فيقول لي خش على موبايل الشاومي، او اقول لي اخش يعني على الموبايل عامه بتاعي. وطبعا على حسب الموبايل بتاعك وهيقول لك هتعمل ايه، فانا هعمل نفس اللي هو بيقول لي عليه كده. تمام. هبتدي ان انا اروح كده وادوس على اللي هو قايل لي عليها ديت كده اللاوينج. بيبتدي عندي يعمل اللاو، بروح دايس كده على بتاع الاكس اللي فوق، وابتدي ان انا زي ما انتم شايفين دلوقتي انا هبتدي ان انا اوصل تاني موبايلين باللابتوب. تمام. زي ما انتم شايفين الجهاز الاول اللي هو ال HTC عمل معايا كونكت، اما الجهاز التاني مش هيعمل معايا كونكت، بس هي مشكله في الجهاز نفسه يعني. بس هو المفروض اللي هو هتوصل الجهازين باللاب. تمام. والمفروض اللي هو ده عمل كونكت، المفروض الاثنين يتعاملوا كونكت، واول واحد دوت اللي انت هتبعت منه، تاني واحد دوت اللي هيستقبل. بعد كده هنا هتبتدي اللي انت تبعت الحاجه، هتقول له مثلا انا عاوز ابعت الكولز، وعاوز ابعت الصور، الوول بيبرز، الفويس، وهتختار الحاجه اللي انت عاوز تبعتها. وبعد كده بعد ما تخلص هتدوس على ستارت ترانسفير. اول ما تدوس على ستارت ترانسفير كده سيبه شويه كده، مثلا على حسب الداتا بتاعتك. الداتا بتاعتك كبيره قوي فممكن يقعد معاك وقت طويل، لكن لو الداتا بتاعتك عاديه فيقعد معاك وقت قصير. سيبه كده لحد ما يخلص. اول ما يخلص ابتدي بقى روح شوف الموبايل التاني، او لو هو هنا يقول لك حاجه تروح اعملها، وبعد كده شوف الموبايل التاني وشوف هو الموبايل هيقول لك ايه، وشوف اصلا الحاجه بتاعتك هتكون اتنقلت ولا لا. تمام. بس كده زي ما انت شفته، مشكلة بس اللي عندي في الموبايل ما كانش راضي يعمل كونكت عدل. بس المفروض الحاجة كده هتتنقل معاك عادي جدا، من اندرويد لاندرويد، من ايفون لايفون، من اندرويد لايفون، ومن ايفون لاندرويد، بطريقة سهلة جدا جدا. والبرنامج بينزل على الماك والويندوز والاندرويد والايفون، بينزل على كل حاجة. تمام. بس كده وصلنا نهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك.